الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتحدث معكم والي الشهيد سيد هاشم سيد سعيد. الشهيد سيد هاشم طبعا أحد الشباب الذين لا يرضون بالحكم الخليفي، وهو يدافع عن شرف هذا الجهد. طبعا في يوم استشهاد الشهيد كانت فعالية اسمها اللحظة الحاسمة، فكانوا هي اللحظة الحاسمة شنو؟ كانوا الناس تقعد أو تجلس على أبواب البيوت أو أبواب المنازل، فحضروا الأمن، افتحوا الأمن المركبات، فكان الشهيد بين الأزقة. في أثناء هو مكان موجود في أحد أزقة المنطقة الخارجية بسترة، لاحقه رجلين من الأمن، فأطلق عليه مباشرة في رقبته، فطب صريعا على وجهه، وأطلق الثانية في صدره في ثيابه، فأدت إلى استشهاده. فحاول بعض الشباب أن يسعفونه، لكن منعوهم وأطلقوا مسيلات الدموع واعتقلوا بعض الشباب. طبعا اللي راح أقول لكم أن الشهيد كان يرتدي جاكيت، وهو جاكيت مالي أنا، كان يريد أنه يقول لك يعني يا أبي ترى أكمل رسالتي، كان يقول لي كمل رسالتي، أنا ترى استشهد جاكيت مالك فأنت واصل الدرب. وهذا اللي كنت أنا دائما الحين أواصل الدرب. طبعا إحنا اليوم في معرض البحرين، ثورة معرض البحرين هذه السنة في كربلاء ما بين الحرمين، لاحظت أن تفاعل الجماهير، تفاعل الزوار الثورة البحرينية، بعضهم يبكي، بعضهم يتكلم، بعضهم يريد يعرف ماذا يحدث بالبحرين، وبعضهم عارف وش صاير بالبحرين. وهناك حضور جماهيري غفير، وراح ان شاء الله نوصل من خلال هذا المعرض نوصل منظومية الشباب، واحنا اباء وشهداء لن نسكت، سنواصل دربنا الى النهاية الى حتى تحقيق النص. بركة الشهداء ان شاء الله، وبركة ثوارنا، وبركة الشباب المطاردين، والحمد لله رب العالمين، والنصر قريب ان شاء الله.